سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة غمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف أهلا بالمختار. أهلا فيك يا بنتي. تفضل. خير يا مختار؟ أكيد كما راح لعندك وخبرك شو صار مبارح. لا هلأ خبرتني نجلة. الله يلعنه ويلعن أعماله، خرب الدنيا خرب بيته. لكن في شي صاير بالمزرعة؟ هي القصة بلشت بالمزرعة يا بنتي، وهالمزرعة كان وجه خير علينا وعليك. اللي شو فيها مختار وخلصني. حليم ونديم وهند حبين يشوفوك بموضوع كتير مهم وما بيتأجل، وطلبوا مني اترجيكي تطلعي تشوفيهم وبعتوني لعندك لأنه ما بترفضي لي طلب. مختار بوشي نديم؟ لا يا بنتي كلهم بخير، بس حبين يشوفوك. هيك عم توجع يا وردة؟ ايه عم نوجع، كل جسم عم بجاني حكيم. ارجع خبرني يا مختار شو صار. رجع ربيع عمل زيارة مع رفيق، ورفيق كمان مطلوب من العدالة، وخاطروا اتنيناتهم ونزلوا لعند نديم لأنه هيدي المرأة المريضة بيعتبروها أم لكل الطفار اللي بالجرد وطلبوا مساعدته. كان بعد ناقصه يطلع الجرد لعند الطفار. ما قبل يطلع إلا وأنا معه، بركي صار ما صار، لأنه هيدي المرأة مقطوعة من شجرة ومريضة ما فيهم يخدوها لمحل. بعد ما وصلهم
إنه الدرك عاملين كبسة عالجرد وقصدينهم هني بالزيت. وما لقوا غيركم يهتم بهالمرة؟ يعني إذا ساعدتوا لص جريح ضروري تساعدوا أم كل اللصوص بهالجرد؟ ربك اختارنا نساعد هالحرمة مش هني. وبعدين شو صار؟ بالجرد كنت موجوعة بس ما كنت أحكي حتى ما يزعل سيف. لازم نفك لها جرصين ونصور لها محل الكسر، وأهم شيء نصور لها راسها لنعرف سبب الأساسي لفقدان الذاكرة. يعني لازم تفوت مستشفى؟ وبأسرع وقت، ضروري نعمل لها فحص عام بالأول ونعرضها على اختصاصي راس واختصاصي عظم. قلبها كتير منيح بس لازم كمان نعمل لها تخطيط لنريح راسنا. نزل المختار عند لارا وصار لازم يوصلوا، ما فينا ناخدها على المستشفى قبل ما لارا تشوف امها. بما انك حكيتي لما كان عندنا ربيع، ليه ما قلتولي حتى ساعدكم؟ هلا عم قلك انه هيدي المرأة ما في حدا غيرك بيقدر يساعدها. ليه ما في غيري؟ إلا إذا كنت بتقصد من ناحية المصاري. إذا كان هيك ما يهمك. عم صقر، شو المبلغ اللي بتريده أنا حاضرة، وقد ما يكون يكون. لا، مش بحاجة لمصاري، بحاجة لإنسانة حنونة تعيش عندها، وأنا ما لقيت أحن منك. انت وعم تمشي وين الوجع؟ تدلين عليه؟ حياتهم وصلوا. الله يعين لارا على هالملأ. ولو بيقولوا فلان مات من الفرح، بس الفرح ما بيموت. كيفك باسم؟ حالي أنا بهرب من سن السنين بغمرت إيديك الهنا صاروا هني وطني. لارا طيب نجلة، بس ترجع الست خليها تحكيني. راحت مع المختار وما قبلت الشباب يرافقوها. وما قالت لوين؟ ما عرفت. أركبوا بالسيارة وصلوا بسرعة. بركة على المزرعة، أكيد صاير شي فوق. خايفة يكون كمال عامل شي، حارق المزرعة مثلا. مش بعيدة، وأنا صار لي يومين بروح على المكتب لعند نديم وما بلاقيه. والسكرتير قالت لي إجوا لعنده شابين راح معهم وبعد ما رجع. ما يكون كمال بعت له حدا يخطفه أو يعمل له شي؟ شغلتي لي بالي. دخيلي كماما، روحي اسألي عنه بالبيت. ما في غير هيك، وقلا رح يضل راسنا يبرم ويفكر. لارا شو الحكي؟ طمنا. عصاد من أشد ضغطة، بس هلأ أنا بضع منيح وضغطة منيح، بلاش تطوع. ماما قلت لها الصوت كنت اسمعه
حتى أنا وواعي كنت اسمعه بعيط لما هيدا صوت بنتك يا وردي. هيدي بنتك قدامي، لو نسيتي كل الناس مش لازم تنسيها. بنتي؟ انت بنتي؟ عدني وحالي برسم بإيد الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق بس هيدا المقمى ولا أنا عم بحلم؟ إذا كنت عم بحلم تركوني ما حدا يوعيني. لا مش عم تحلم، أمك رجعت يا لولا، رجعت. مح نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه أحب صار كلمة عمر الرصيد خب بالهوى وطار والدنيا مسا وخريب أحب صار كلمة عوراق الرصيف بالهوى وطاره والدنيا والدنيا مسا وخريف مسا وخريف مسا نزلني الحب بس بعدني قادر اقتله واخلص منه. ماما رجعت قول ماما وانت قدامي رجعت شوف وجهك واحس بايديك عيونك يقبرون عيونك يا ماما ما بعرف شو بدي قلك بس قلبي من جوا حبك بس اسمعك عم تعيطي لي يا ماما بحس بدي يكون القدر ندم لأنه فرقنا حتى الحياة يا أمي ما قبلت تضل حياة إلا لترجع تعيشيها
حاج تبكي يا بنتي، يمكن أنا فاقدي الذاكرة بس مش فاقدي حنان الأب. حاج تبكي يا بنتي، حرقتي لي قلبي. بكي الدمع أسود على غيابك، بس هلأ صار وقت دموع الفرح وكل دمعة عم بتقلك الحمد لله على السلامة يا ست الحبايب يا ماما. هيدا نديم. مرحبا شوقي. اهلا اللي اهلا، تفضلي. شو هالاهلا اللي طالعه من روس شفافك؟ هيئتك كنت ناظر حدا غيري. لا لا، بس مشغول بالي عن نديم، الي يومين ما شفته وما بعرف عنه شيء، فكرتك هو. بعتذر بس قلقان عليه شوي. ما بدي اشغلك بالك، بس بصراحة نحنا كمان مشغول بالنا عليه، لأنه الماما صار لها يومين بتروح لعنده على الشغل وما بتلاقيه. معقول يكون مريض وعند أهله بالضيعة؟ السكرتير قالت إجا لعنده على المكتب شبان، أخدوه وراحوا. كلنا فرحنا برجعة أمك. بعرف محبتكم باسم، بعدني لهلا مش مصدقة انه امي رجعت من الموت. انا وامك اثنيناتنا رجعنا من الموت، الفرق انه انا رجعت نص انسان، بس امك رجعت بلا ذاكره. ولترجع ورده خليل مثل ما كانت لازم تفوت مستشفى وباسرع وقت. في شي خطر؟ لا، فحصتها وصحتها منيحه، بس انا خايف من يلي جبر لها الكسور ما يكون هالقد عارف شو عامل. المفروض نعمل لها لازم فحوصات صدر بس لنريح راسنا. بالنسبة لفقدان الذاكرة شو ممكن ينعمل؟ هيدا الموضوع يلي بدنا نحكي فيه، لأنه بيتعلق براسها، والراس منطقة حساسة. هيدي قصة راح مع شبان مش عم تقطع براسي، خايف يكونوا التحرية أخدوه مش قادر يتصل فينا. بس ليش بدهم ياخدوه؟ بهالحالة رح خلي ماما تتصل بالكولونيل يازجي لنعرف إذا عنده ولا لا. ونفس الشيء أنا عم فكر، ليش بدهم التحرية ياخدوه؟ جيتي بالتاكسي ولا معك سيارة؟ لا، جيت بسيارة الماما. ليه عم تسأل؟ إذا معك وقت بركي بنطلع لعند أهله ونسأل عنه، وإذا ما كان هنيك ساعتها بنسأل الكولونيل. شو عندي؟ يلا نمشي هلا. يلا. بالوقت الحاضر لازم تضل بعيدة عن كمال، مش لازم يعرف عنا شيء، لأن الشاهد الوحيد على جريمته. لازم نحميها لحتى ترجع لذاكرتها. صح، لو بقدر عالجها هون كنت بفضل كمان ما تفوت مستشفى، حدا يعرف فيها. لكن منحطها بمستشفى بهالمنطقة، ما في غير هيك. وأنا ببقى معها وبخدمها بعيوني. في حال ما رجعت لها ذاكرتها بوقت قريب رح بيخدها على الضيعة وبقعد معها هونيك لتصح. بالضيعة في خطر حدا يشوفها ويخبر كمال، لازم نشوف محل تاني بعد المستشفى. تبقى بهالبيت وكلنا منخدمها، والحكيم حتى، وكلنا معها. وأي كلام تاني ما رح أقبل فيه. ما بتطلع من هالبيت طالما بعد فينا أنا ومرتي روح. هي جوا ونحن برا، وهيدا آخر كلام. ما بحياتي سمعت مثل هالخبرية. كيف بتقبل أنت تطلع من البيت بهالطريقة؟
أنا بعرف كيف رح أرجع على البيت بغير طريقة، وبعرف كيف رح رجع ثروة عمتي، وبعرف كيف رح أنتقم من الكلاب اللي عبيت بيتها. حبها لقلك، شايف نهاية الحب شو طلعت؟ طلعتك برات البيت وغير بأمرها ما رح ترجع. ما تزيد على قلبي يا سعد، أحسن ما روح أحرق البيت باللي فيه. بالأول بدي أكل العنب. بس هالعنب صار خل. خلصنا من عمتك، لقينا بنتها أقطع وأفك رقبي. ما لحقت تجوزتها وما لحقت فرحتنا وصلت لقرعتنا، حتى كشرت عن النيابة وبلشت تعض فيك وبدها ترجع تعض صبيعة ندم. لنشوف. هلأ صرت تعرفي كيف لقينا المجوهرات. كمال داوود هو اللي خطط لعملية السرقة، وفؤاد وميمي هن اللي نفذوا. يعني هو ورا كل الأحداث اللي وقعت أنا فيها، وورا المصيبة اللي وقعت فيها نيلي وهدى. وأنا شاهد على كل كلمة عم بيقولها نديم. يا بنتي، في مجرمين بهالدنيا بيضل في بقلوبهم شوية رحمة وبعقولهم شوية ضمير، بس ابن أنور داوود الشر ملى قلبه وعقله وما ترك ولا زاوية لشي بيقولوله ضمير. كمال داوود، مش رح تنسى هالاسم، حتى ولو ذكرتك مش عم تفرز إلا نسيان. شوف فيك يوم يا كمال يا ابن أنور. هيدا سيارة لارا هون، معقول نديم صاير معه شي؟ أو حدا من أهله بوشي؟ لو حدا من أهله بوشي كان هو قال لي، بس أكيد المشكلة مع نديم. ليه المختار كان بده يشوف لارا ضروري؟ وليش بده يجي هو وياه لهون؟ إذا هيدا الشي بيخص نديم، ليش ما إجا لعندك؟ ما بعرف، مش عم بقدر أركز. معقول يكون كمال فايت بمشكل مع نديم حتى المختار عم يتدخل بهالموضوع؟ معقول؟ يا رب دخلك ما يكون هو بعت له هول الشابين وعاملين له شيء. ساعتها بكون لقيت سبب تقتله واخلص منه. ما بعمري حبيته ولا بحياتي عيني لي شي. كان عطول في جواتي شي بعدني عنه، وما قدرت حس انه ابن خالي وبيقربني. ما ارتحت له برغم حديث المختار عنه ومحبة الماما لإله. تجوزته لحتى انتقم، لأني تأكدت انه هو ورا موت أمي. شغلت لي بالي يا زلمي، ولو قول انك مش رح ترجع اوضتك، منيح اللي لقيتك هون. يا اهلا بالبيك، اهلا بنالي. تفضلوا تفضلوا، يا اهلا وسهلا. الله معكم يا جماعه. اهلا وسهلا بالبيك، اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلي ديموزيل. صوت وردة. حياتي حياتي.
هيك وما كان في معاينات كثير اليوم حتى البيت فاضي. وين الحكيم؟ ما في حدا بالأوضة، أكيد عند عمو حليم. وين بده يروح؟ هلأ منرتاح شوي ومنلحقه لهونيك. تعبانة مش قادرة أحرك إجري. بدها تكون أم نديم عم تخبز اليوم، شام ما ريحة خبزاتها لهون. وهلأ لحق عطلامة بكون باسم غاطس فيهم على الآخر. والله شكلي أنا رح أغطس فيهم قد ما جوعانة. لاقي المجوهرات ونلاقي وردة بذات الوقت، هيدا اللي بيقولوله موعد ما حدا كان اخده منا مع الحقيقة. هالإنسان هيدا، هالإنسان مش عم بقدر لقيله وصف. صار واضح إنه كمال ورا كل شي صار مع نديم ومع وردة، مش بعيد كتير إنه هو يكون دبر زواج نيلي من فؤاد. ما عاد في شي بعيد عنه. ما تستبعدوا يكون هو يلي دبر للحادث بلندن وهيك بيخلص مني. ما بقعد في شاهد على كل الإثباتات، السندات، الصور، حتى من الكلام اللي مفبركه للارا. هيدي الحقيقة اللي بدنا نستبعدها، وإلا من وين عرف بقصة العصابة ومن بعدها أكد موتك؟ كيف عارف أني سافرت لهونيك؟ أكيد كان مراقبك كل الوقت ليعرف بعد اللي صار أي خطوة رح تاخد. كيف ما فكرت بهذا الشيء؟ انت هدية من السما تحط وردة؟ ايه والله هدية من السما لقيناها على الارض. لازم نعمل لك عرس بدل العرس اللي كان مفروض نعمله للارا. ما بعرف يا بنتي شو بدي اقلك. اذا كلكم بتحبوني هالقد يعني انا قديش كنت احبكم. حبيبك انت كنت تحبي كل الناس يا ماما، حتى هيدا الوقت قدرت تحبيه. كل الحبايب حواليك يا وردي، كثرة العاطفة بترجع الذاكرة. وهلأ عشرفك يا وردي رح أعمل غدا تاكلوا إيديكم ورا. حليم لحقني على المطبخ. بأمرك ست هند. عجبك يا مختار، صايرين نسوان يقبرونا بالأيام. شكون ربك صحبت الأمر بعدها بالبيت، مش مثل مرتي تركتني وباقي عند الأولاد. لا سمح الله إن شاء الله ما حدا بو شي. لا ما حدا بو شي، بس لما تفوتي لجوا وتشوفي مين ناطرك إن شاء الله أنت ما يصير لك شي ماما. مين بدي يكون ناطرني يعني، المرحوم بيك؟ لا المرحومة وردة. مش أنت اللي بتحكي بهالطريقة يا حكيم عن الأموات؟ شو صاير لك ماما؟ تركي يقولي اللي بده اياه، هيدي أول مرة بنسمعه عم يمزح. إن شاء الله كمان يجيب سيرة البابا ما حدا حيزعل منه. متوخزوني، بس لما رح تفوتوا لجوا أكيد رح تصدقوا المزح. فوتي يا بنتي فوتي. طنط حلا، البشارة علينا والهدية عليك، خلينا نتفق من هلأ. حبيبتي شو عملوا فيك؟ يا تقبري قلبي انت يا حبيبتي. مرحبا يا جماعة. يا ميت مرحبا، يا أهلا وسهلا. شو؟ صبايا هون؟ فوتي ست حلا نعرفك على الصبية. وردي؟ هي بزيتها دخيلكم شو بهالدين؟ رؤيا بس عملك موسيقى.
عشان كباية مية. سيارتها مش هون، يا بتكون راحت عند المختار صقر على المزرعة، يا ما بتكون راحت عند نلي. مش رح بتروق معي قبل ما عارف وين. هلأ هيك بدنا نضلنا واقفين هون قدامنا هالكلاب، دمي بيفور كل ما بشوفه. سعد انت فكرك انا ما فيي انزل اسحب فردي وطقن رصاصتين؟ بعملها، بس هلأ مش وقتهم، في شيء اهم بكثير. الحق مش عليهم، الحق على يلي عندك. كان لازم تمسح الارض فيهم قدامها لتعرف انت مين. هول الكلبين ما بيحرزوا، عم بينفذوا اوامر. اربع خمس زهران من اللي بعرفهم بيخفون تحت سابع ارض، واصلهم الدور. بس في قبلهم ناس كتير، واولهم المختار صقر. انت خود قرارك، وما في اكتر من الزهران عندي. يا حبيبة قلبي يا وردة، يا حبيبة قلبي، غيابك شو كان صعب علي، وشو لمت حالي لأني ما قدرت أحضر دفنك، وشو وجعني ضميري كيف بعدتك بإجريك تحفري قبرك بإيدك. كتر خيرك يا ربي، كتر خيرك. ما بعرف يا ست شو بدي جاوبك، مش عارفة مين حضرتك، بس من لهفتك عرفت أني عزيزة عليك أكتر ما بتتصوري. أنت أعز صديقة لإلي، انتي صديقة العمر ورح تبقي، وان شاء الله بكره نترافق انا وياك على الجمعيه مثل ايام زمان، بس ترجع لك ذكرتك ان شاء الله يا رب. وهلا خبروني القصه من الاول، بدي اعرف كيف رجعتوا لقيتوها. مين بدك توصي فيها بالمستشفى يا حكيم؟ معلش لو كان سؤالي مش بمحله. أنا رح كون معها ورح تابع كل شيء مع الحكمة يلي رح يعالجوها. هلأ أنا ونديم منروح ومنحجز لمحل، وبكرة إذا الله راد بتكون هوني. هلأ ارتحت يا مختار؟ وجودك أنا مطمن يا ابني. إن شاء الله على سلام. راح لكتير ومش باقي إلا القليل. بعد الغداء أنا بأمرك حكيم. لكن أنا هلأ بطلع الضيعة، برجع بعدين بتطمن عليها وعليكن. أنا ونالي منوصلك يا مختار. ما بدي عذبكن يا بيك، بياخد تاكسي من هون دغري على الضيعة. وليش بدك تحرمنا رفقتك؟ أنت غالي يا بيك ورفقتك مكسب. دخيلي كأمي، أبشعر بدني على هالخبريجي. خبريني لارا شو صار فيها لما شافت امها؟ اكيد طاروا عقليتها من الفرح. طاروا عقليتها وقلبها، كل شي فيها. اكيد يا امي اكيد. بس اذا بتشوفيها ما بتعرفيها. يا حرام، فاقده ذاكرتها وضايعه، ما في محل بجسمها صاخ. بتطلع فينا مثل الولد اللي مضيع امه، منظرها بيقطع القلب. شو ما صار فيها يا ماما؟ مش عم تتنفس ورجعت بنتها شفتها؟ الباقي ما عاد إله قيمة، ذاكرتها بترجع لها وحالتها بتتصلح. مرة رجعت من الموت، وبعد الواحد بيسأل عن شي تاني، في مستشفيات، في حكمة، وبكرة بترجع مثل ما كانت وأحسن. مساء الخير. أهلا، تفضل. أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير.
فرحتي مش سيئتني يا لارا. أول شي بسلامة أمك، وتاني شي رجعت شفتك ببيتي. أنت غالية يا بنتي، غالية علينا كتير. هل قد كنتم مفكريني بلا وفا؟ الفكر يا تقبريني بيودي لبعيد. يعني إذا أنت فكرتي ترجع تشوفينا كمال ما كان رح يخليكي، بس نحن مقدرين وضعك وما كنا رح نزعل منك. وأنت كنت مثل بنتنا وما حدا بيزعل من بنته. ما حدا بيقدر يبعدني عنكم، لا كمال ولا غيره. بس مثل ما قلتي، الفكر بيودي لبعيد، وأنا فكري وديني لبعيد لما قررت أتجوز كمال داود. الله يشفي أمك ورجع له صحته، ونحن عايزين حالنا أهلك، وهيدا البيت بيتك. وصدقينا يا بنتي، ما في شي بيريحنا إلا لما تكوني مرتاحة ببيتنا. وأنا كمان مرتاحة ببيتكم، حسي حالي كأني لقيت بنتي وأهلي وبيتي. برموش عيوننا منشيلك يا ست وردة. قدرت رجعلك القطع وبنفس الشنطة يلي انسرقوا فيه، بس يا ريت بقدر رجع الأيام لورا وما خلي نيلي تدفع الثمن يلي دفعته. مش عادل يلي صار بنيلي. كل الطريقة عم فكر شو غلطت بحق كمال داوود تيعمل فيه هيك؟ شو الذنب يلي ارتكبته حتى اختار لي هيدا المصير؟ ومين هو اللي يتعدى على حياتي بهالشكل؟ وشو ذنب نديم؟ شو ذنب وردي؟ شو ذنب باسم؟ وشو ذنب المرحومة حنان مرته الله يرحمها؟ هيدي أسئلة ما حدا بيقدر يجاوب عنها إلا هو بالذات. ما حدا بيعرف القهر والزعل والغضب يلي عم حس فيه. هلأ أنتوا عم تحكوا وأنا عم بتخيله بين إيديكي وعم نتفه بسناني. ما بقى في شي بيشفيلي غليلي منه إلا لما بدبحه بإيديكي وبشرب من دمه. مش عم تركب معي يا سعد، صعبة علي صعبة. خلاص هونا بتهون، دارك رح تاخده من الكل إذا مش اليوم بكرة. خطط مثل ما إلك عادة تخطط حتى يطلع التنفيذ 100% قضاء وقدر. بدي أقتلها يا سعد. سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة، بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني. سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة، بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني. وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف، خبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف. وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف، خبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف.
زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمي عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف مسا وخريف.